إذن مستمرين وباقي فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم عندنا ضيوف لليوم، وضيفنا اليوم هو فنان تشكيلي جميل في حضوره وفي شكله وفي رسوماته وفي كل شيء، هو الفنان التشكيلي أسامة الزيدي، وهو خريج معهد الفنون الجميلة، وأيضا طبعا عضو في رابطة المرسم الجوال، وأيضا في جمعية الفنانين التشكيليين. صباح الخير عليك. صباح النور. اهلا وسهلا. نورتنا. انتم النور، وانا اشكركم لهذه الاستضافه والالتفات الاكثر من رائعه. بدايه اريد اتحدث معك عن المرسم الجوال، وانت عضو في هذا المرسم الجوال. ماذا يعني المرسم الجوال، وما هي الفعاليات التي يتضمنها هذا المرسم؟ يعني اسم غريب ده اشوفه. نعم. رابطة المرسم الجوال هي رابطة تتكون من عدة شباب أكاديميين. نعم. شباب مثقفين، محبين للفن. نعم. مخلصين للفن، وهو هذا طبعا أهم ما يميز الشباب. تكونت هذه الرابطة نتيجة الضغط النفسي، أو اللي يتعرض له الفنان. الضغط النفسي من يا ناحية، أولاً إحنا نحب ننتج، نحب نرسم، نحب نعرض، نحب نعبر عن مأساة مثلاً المجتمع وما مرت به يعني النساء بالذات، يعني لكون يعني المجتمع تعرض إلى أكثر من ظروف، أكثر من حروب، أكثر من ضغط. فشفنا أنه يعني ما حد راح يقدر يعبر عن هاي الهواجس غير الفنان نفسه. نعم. زين، ليش المرسم الجوال؟ من اجت هاي التسمية؟ يعني أنا هسا عرفنا وعرف المشاهد أنه شلون كونتوا هاي المجموعة وهاي الجمعية. طيب، أطلقتوا عليه اسم المرسم الجوال، يعني هل للاسم خصوصية أم إلى معنى بالأعمال اللي تداولتوها من خلال الرسومات التشكيلية اللي قمت بها؟ يعني رسم جوال أنتوا تمشون؟ نعم. ميداني؟ أنا أجيك بالمعنى. زين. رابطة المرسم الجوال. نعم. إجت هذه التسمية أولاً حتى تكون ملفتة للنظر. زين. المسألة الثانية أنه مو رابطة جامدة. مو رابطة مرنة، نقدر نقول عليه مرنة. نعم. يعني تتحرك وتتجه أكثر من اتجاه، تكون رابطة فعالة بالمجتمع، ولذلك أنا أكمل لك الفكرة اللي طيب. حضرتك ردتها طيب. بالبداية، يعني إحنا نمر بعدة ظروف بالعراق بالذات. احنا حبينا انه نعكس هذه المأساة، الفرحة، حالات الانتصار، حالات الدفاع، حالات المناسبات بصورة عامة. فهذه ما نقدر احنا نعرضها ونشارك بها بمكان معين، لكون راح تكون يعني اشبه بال يعني مثل ما عبرت انت، تكون جامده، ما بيها تنقل من مكان لاخر. نعم. تحتاج الى تنقل، تحتاج الى يعني عرض باكثر من مكان، ولذلك سميناها بالجوال، لكون احنا ناخذ ما نحمله من رساله بكل مكان يتم دعوتنا به، وبكل مكان نقدر انه احنا نقيم بمعرض، ولذلك تشوف عده معارض، عده مشاركات بأكثر من مكان، ولكن احنا بالذات احنا يعني انعرفنا بالشارع المتنبي بالمركز الثقافي البغدادي. راح نتحدث عن شارع نعم. المتنبي طبعا اكيد. نعم. ومشاركاتكم بشارع المتنبي، لكن انا اريد اتحدث وياك عن الروابط. انت عضو في العديد من الروابط الفنيه ومنها رابطه ارت وسكريتس. ما الذي تبحث عنه بهذه الروابط؟ يعني مشاركاتك عديدة، شنو اللي تبحث عنه؟ شنو اللي اكتسبته من هذه الروابط ومشاركاتك بهذه الروابط؟ الرابطة يعني تنطينا مساحة وتنطينا سعة للاحتكاك أكثر بالفنانين. نعم. من
تتجه باتجاه الفن، لازم تاخذ من جميع المدارس، لازم تاخذ من جميع الفنانين، سواء من ابتداء من الرواة واساتذتنا الكبار تحياتنا لهم، ونزولا الى حتى مساله الى مرحله الهواة او المبتدئين بالفن. طيب راح نتحدث ايضا عن هذا الموضوع حتى ما اريد اقاطعك، لكن المصور والزميل المخرج اكثر من مره يعني وجه النظر الى هذه اللوحات، اريد تتحدث لي عن هذه اللوحه اللي هي بها يمكن اعتقد نهر جاري او على اليمين اللي بها مي او فشي، منظر طبيعي. هذه اللوحه شنو قصه هاي اللوحه؟ هذه اللوحه هي تعبير عن المراه. المرأة؟ زين وين المرأة بالموضوع؟ أنا ما شفت، يمكن إذا ممكن الزميل المخرج هاي اللوحة تقصد. هاي اللوحة عن المرأة. هاي اللوحة حضرتك قلت لي عن ال ليش اللوحة سألتك؟ لكن أنت ما لا مو قلت لي على يميني فأنا أخذت على يميني. لا هاي المرأة. هذه اللوحة تتحدث عن المرأة. إحنا قلنا إحنا مجتمع تتعرض به المرأة لأكثر من ضغط، ولذلك تشوف حتى سلبيات الرجل يعني تتحملها المرأة. تتحملها. صورة عامة. زين. ناهيك عن الظروف اللي يمر بها البلد، وحتى نطلع من هذا الجو المأساة كذا. ولذلك أنا حبيت سلبيات المرأة ما يتحملها الرجل مرات؟ مو الرجل يكون صاحب مسؤولية بصراحة، يعني هو مجبر إنه مسؤولية كي يتحمل. لا الرجل هو إلى الثقل الأول طبعاً. زين. ولذلك لازم يعني يكون صاحب مسؤولية ويتحمل أكثر من المرأة حتى نكون منصفين. حلو. شنو قصة هاي اللوحة اللي موجودة؟ يعني هنا بتتحمل مسؤولية هي بتتحمل يعني أخطاء. هنا أنا لا. هنا أنا هي بحالة الانتشاء، حالة الأمل، حالة التفاؤل، ولذلك تشوفها كأنما المرأة هي تمشي براحتها، تمشي بحريتها، بثقة كاملة. وكل الألوان اللي موجودة محيطة بها هي ألوان تبعث للاستقرار النفسي والأمل. وطبعا هي هاي عد ما عرضتها على الصفحة الخاصة بي أكثر التعليقات جتي بنفس المعنى اللي أنا قاصده، ولذلك أحس أنه وصلت الفكرة. أعتقد المرأة تأخذ حيز أكيد. لا بأس بي بلوحاتك الشخصية. نعم بالله. أكيد إحنا المرأة يعني هي الهاجس الأول لكل رجل بصراحة. ليش يعني؟ ما نقدر نعيش بدونها. ما نقدر يعني هسه واحد يكون واقعي. حلو. تقدر تعيش انت بدون المرأة؟ لا طبعا. هسه انا اسالك الك. لا طبعا اكيد ما تقدر. ولذلك لازم نحس بيها، لازم احنا بدايه الحديث اول سؤال لحضرتك قلت لك المأساة والضغط، انا تعمدت احكي بهالمنطلق هذا لكون هي اللي تتعرض للضغط الاول والاخير. زين. بنفس الوقت احنا لازم نصورها للناس ونرسمها ونخرجها للناس بالشكل الاخر اللي هو شكل المتحمله المسؤوليه، شكل الانسانه القويه، شكل الانسانه الطموحه. والامثله هوايه عندنا احنا بالمجتمع، يعني هسه عندنا مثلا فنانات من العدم يعني كونا شخصيه وكونا اسم خاصه بالوسط الحالي. زين. ومنها مثلا الفنانه اختي طبعا انا اعتبرها العزيزه ست بيداشيخ والست بسمه البكري تحياتنا لهم، يعني طموحات بشكل واظهروا فنهم واسلوبهم وطموحهم واجتهدوا، ولذلك تشوفهم بحاله يعني جد واجتهاد بالفن، وهو هذا الشيء اللي نريد نوصله او الوجه الاخر للمرأة. حلو. طيب لك اعمال كثيره في شارع المتنبي، خلينا نرجع الى شارع المتنبي. نعم. واعمال بما يخص الفن التشكيلي ورسوماتك ولوحاتك، هل اصبح شارع المتنبي فضاء جيدا ومناسبا للفنون وباقي الرسومات التشكيليه؟ شارع المتنبي هو عبارة عن ملتقى واسع وفضاء واسع ومتنفس وحيد بالعراق. زين. لأن الفنان العراقي عندما يعني ينظر إلى اليمين واليسار وجميع كل الجوانب ما راح يلقى إنسان يهتم به.
ما راح يلقى فد جهة معينة تهتم به. طبعا احنا عتبنا الاول والاخير راح يكون على جمعية التشكيليين العراقيين وقلة فعاليتها بالوسط الفني، ونقابة الفنانين باعتبار احنا يعني من اعضائها وتابعين لها، ووزارة الثقافة. يعني مقصرين تعتقد؟ اكيد. من اي ناحية؟ اكيد، وهذا الشيء طبعا ما يختلف عليه اثنين بالوسط الفني. او ما يختلف نهائياً. اي فنان بالوسط؟ لا لا نهائيا نهائيا. مو بس الرسام، كل الفنون، الموسيقي، المسرحي، الرسام، ماكو اي اهتمام للفنان نهائيا. يعني ولذلك خلي بس حتى نتحدث بموضوعيه اكثر. احنا دائما نطالب الجهات المعنيه، اريد اهتمام واهتمام وغيرها، لكن الاهتمام اللي تريده انت شنو؟ الاهتمام اولا انه انا لازم القى مثلا شخص يدعمني، شخص يقيم لي مهرجانات واسعه، شخص يقدر العمل اللي انا اقدمه له، شخص يهتم بطموحي، شخص يقدم لي يعني المستلزمات اللي احتاجها للفن. ولذلك تشوف القاعات الفنيه قليله جدا، و تكاد تكون يعني معدومه يعني نسبه الى باقي الدول ما نشاهده بالمعارض اللي يقيموها. صالات العرض بالنسبه حتى للمسرح والسينما، السينما انعدمت بعد الاحتلال، وتشوفها يعني. ولذلك احنا شفنا اتجهنا للرابطات واتجهنا لشارع المتنبي، لان حسينا انه هو هذا المكان الوحيد اللي نقدر انه نشتغل به. زين، عندك مشاركات كثيره بما يخص يعني على نطاق المعارض اللي تقدمون بها لوحاتك او السوق بها لوحاتك، هل المعارض اصبحت هي المتنفس الوحيد لتسويق لوحاتك؟ طبعا عندك يعني وسائل اخرى لتسويق؟ اكيد، احنا هسه بعد دخول التكنولوجيا اصبح اصبحت الوسيله الوحيده والاولى تقريبا هي يعني وسائل التواصل. نعم. لكن المعارض هي مجرد المشاركات يعني لا اكثر ولا اقل، لان المعارض راح تسبب لك احتكاك بالفنانين الاخرين واطلاع على مدارسهم وعلى اعمالهم واطلاع على الاساليب المختلفه للفنانين الاخرين. ف يعني بالنسبه للتسويق، التسويق هو مجرد تسويق معنوي، اما تسويق مادي فهذا ما موجود نهائيا. طبعا لكل فنان الى لونه الخاص او الى الوانه الخاصه في اختيار لوحاته. نعم. او نقدر نقول عليها فلسفه خاصه. نعم. بالالوان، لكن اعتقد عندنا موجز للاخبار، خلينا ننتقل الى غرفه الاخبار واكيد بعدها نعود وياك. اهلا زميلي عمر، واهلا بكل الزملاء في استوديو يوم جديد. اذا مشاهدينا، موجز الاخبار من الرشيد، اهلا بكم. بحضور الاستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري العراقي، اعلن في بغداد عن تحالف سائرون الذي ضم 6 احزاب وطنيه من مختلف مكونات واطياف الشعب، والذي يهدف لنبذ التخندق الطائفي والفئوي وبناء عراق ديمقراطي مدني موحد بعيدا عن الانقسامات. أعلن المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي بصدد تشكيل لجنة عليا لبحث القضايا العالقة مع حكومة إقليم كردستان، وأشار إلى أن الوفد الحكومي الذي زار أربيل وضع توصيات لحل وإنهاء ملفات الحدود والمطارات والقضايا المتعلقة في الملف النفطي وقضايا السدود المائية. إلى ذلك، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي بريت ماكورك خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان جرفان البرزاني دعم بلاده لحوار جاد بين بغداد وأربيل لحل الخلافات بينهما، فيما أعرب عن ارتياحه للاجتماعات الجارية بين الطرفين والتي وصفها بالإيجابية.
من المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسته الاعتيادية التي رفعها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمناقشة قانون الموازنة المالية للعام الحالي وعرض مقترح تحالف القوى الخاص بتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام واحد وسط استمرار مقاطعة النواب ائتلاف الكتل الكردستانية احتجاجا على تقليل حصة الإقليم في الموازنة. كشف النائب عباس البياتي عن تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب موقع من نواب كتل سياسية مختلفة لجعل عملية التصويت على موعد الانتخابات بشكل سري، وأكد أن الطلب سيعرض خلال الجلسة التي سيعقدها البرلمان اليوم الخميس، فيما أشار إلى أن البرلمان ليس لديه الحق بتحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات. أخيرا عثرت قوات أمنية مشتركة على 3 أنفاق لتنظيم داعش بطول 5 كيلومترات وعدد من العبوات الناسفة، كما تمكنت من تفكيك منزل مفخخ في منطقة الكرابلة التابعة لقضاء القائم غربي الأنبار، وبحسب بيان لقيادة العملية المشتركة. إذن مشاهدينا ألتقيكم على رأس الساعة، هذه عودة إلى الزميل عمر وبرنامج يوم جديد. صباحية لهذا اليوم من برنامج يوم جديد وضيفنا الفنان التشكيلي أسامة الزيدي، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. أريد أسألك عن موضوع اللوحات، مين تستلهم فكرة رسم اللوحة؟ يعني أكيد أكو عندك موضوعات معينة في بالك تستلهمها أو تأخذها أو تقتبسها من مكان معين حتى ترسم بها لوحاتك. طبعا أنا مسيرتي المتواضعة بالفن، نعم، ما احب انقل لوحات نهائيا، نعم، يعني اشاهدها كأي متلقي، لكن بس كنقل ما انقلها. تشوف اكثر اللوحات اللي ارسمها هي من خيالي، لكن حسب الحالة اللي يعني احاول اوصل الفكره يعني من خلال اللوحه بها. ف عندما مثلا تجينا معارض عن المراه تشوفها عبر عن المراه باسلوبي انا، بفكرتي انا، بلوني اللي احسه انا حسب النوع الفكره اللي يعني تتطلبها الحاله. الطبيعة كذلك، الطبيعة أنا نهائيا ما يعني أنقل لوحة عن مثلا فنان رائد أو فنان عالمي أو كذا، لكن أشاهدهم بطريقة حتى أتعلم من اللمسات مالتهم، من طريقة التلوين، حتى أستفاد من عندهم، لأنهم مهما يكون إحنا مبتدئين وهم أصحاب. حلو. إذن بما أنه تحدث عن المبتدئين باختصار لأن الوقت داهمنا، نعم، أنت حاليا تدرس في إحدى المدارس، نعم، مارس عمل التدريس، نعم. أريد أسألك عن موضوع الرسم، هل له أهمية في المدارس العراقية تحديدا كونك أنت مدرس؟ أنا معلم مدرسة آل ياسين ابتدائية. نعم. للبنات. شوف ماذا تحصل. تحياتي لكل الكادر أصدقائي. طيب بصراحة. بصراحة الرسم نهائيا ما موجود. نعم. الرسم يستغل درسه للمواد أخرى. وكأنهما يعني كأنما الفن هو عبارة عن مسألة يعني عادية أو عابرة، بينما هو منطلق إبداع التلميذ. فعلا فعلا. يعني ما ممكن أنه يكون خطة جميل إذا ما يكون رسام، ما ممكن أنه يرسم خارطة العراق، يرسم الأشياء اللي موجودة بالعلوم بالرياضيات والأشكال الهندسية إذا ما يكون هو عنده إلمام بالمسألة الرسم. ولذلك تشوف طلابنا، ومع الأسف يعني عندما نلتقي بأساتذة كليات ومعاهد تشوف رسمهم ضعيف وحتى إملائهم ضعيف ومرات أخطاء إملائية. نعم. إذن أعتقد المدارس ما ماخذة طبعاً المادة الرسمية ما ماخذة أهمية كبيرة بما يخص. أبد. أنا من 2005 قاطعك، من 2005 لليوم أنا ما ماخذ فنية. الله. دروس أخرى. أي مجرد أنه المشرفين ينطونا وعود، يجي ينطينا وعد. ومجرد درس الفنية وممكن أنه حتى الرياضة مجرد اسم موجود في جدول المدارس الابتدائية وحتى المتوسطة والثانوية منها. طبعا الفنان التشكيلي أسامة الزيدي، شكرا لك وشكرا لحضورك ونورتنا في برنامج
يوم جديد، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والموفقية في عملك الفني. الله يحفظك حبيبي، وأنا شكرا من لكم، وشكرا لهذه الالتفات الرائعة والاهتمام بالفنان، وأنتم مشهود لكم قناة الرشيد الفضائية، وتحياتنا لكل الكادر. تحيات كادر قناة الرشيد لحضرتك. إذن مشاهدينا ومتابعينا، وصلنا إلى فقرة توب 10 وشباك التذاكر الأمريكية، فلنتابع سويا.